لا هي تمل ولا أناملها تكل في سبيل حياكة الزربية النموشية بتبسة. النساء كما الرجال يعملون على حد سواء في سبيل الحفاظ على هذا الموروث الثقافي في حرفة تتطلب صبرا وإتقانا. مركز الدم والصناعات التقليدية في تبسة تابع بلدية تبسة هو مركز لصناعة الزرابي التقليدية، وهو يحوي حرفيات نساء كلهن يعملن بجد يوميا على مدار الشهر لصناعة مختلف الزربية التقليدية. تتنوع الزربية النموشية وتختلف بأشكالها ورموزها المميزة، حيث تحاك بعد جمع الصوف وغسلها ثم صباغتها يدويا وطبيعيا، ليتم بعد ذلك تجفيفها ودمغها، وكل هذا يمثل مصدر رزق العشرات من العائلات. الحشاميت نبدأ بالصوف زي الساعة الصوف بعد يتحسن وبعد يتنشف وبعد يشوي وبعد يمشوا لعملية الغزل تبارك شو هيك، وبعد تجي عملية سيبارة، لأنه قبل كان يسموا بالأشياء يقولوا إحنا الحشاوي بشرط رمان مشينا ورتم هذه السيبارة تعرف كيف يعني تقريبا يبارها لك تو هي تحت على السيبارة يعني نقول إحنا متطورة. بعد ما تسبارة كما تشوفي الألوان كلها الإنسان اللون اللي يحتاجه، لأنه زرمية هزات ألوان وتبسها معروفة باللون الأحمر ياسر. الزربية النموشية التقليدية بولاية تبسة تراث مادي وبصمة هوية ثقافية ترمز إلى عراقة المنطقة وارتباطها بأصالتها.